الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ميلاد. نتقدم بالتهاني بمناسبة الميلاد المليء بالبركة للنبي الأعظم للإسلام وابنه البار الإمام الصادق عليه السلام للحضور الكريم، وخاصة الضيوف الأعزاء من البلدان الإسلامية الذين يشاركون في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية. نبارك لهم جميعا ونتقدم بالتهاني لهم. ونحن المسلمين اليوم وأكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى شعاع نور وتشعشع نور المولد المسعود والميمون لهذا اليوم وهذه الأيام. النبي الذي جاء بطرق الأخلاق للمسلمين والعلو والسمو وكذلك الحياة المادية والمعنوية والحضارة الإسلامية وأكد على الأمة الإسلامية الواحدة، وذلك في إطار الوحي السماوي وشكلها بهذه الشاكلة، وطلب منا جميعا حتى نخطو ذلك المسار وذلك الطريق ونحتفظ به ونستمر به. وطوال العام المنصرم فالعالم الإسلامي قد شهد القتل والإبادة والأزمات والخلافات والحروب التي لا يمكن تصورها. فالوحدة في العالم الإسلامي وبتكرار كلمة الوحدة لا تتحقق. مؤتمرات الوحدة الإسلامية لحالها وبوحدها هي الوحيدة التي تتمكن أن تكون بداية للاستمرار في هذا المسار الصعب للوحدة والاتحاد والتلاحم والتضامن. فالمؤتمرات في حد ذاتها غير قادرة أن تزيل الفرقة بين العالم الإسلامي وتبدلها إلى وحدة في العالم الإسلامي. فالوحدة تحتاج إلى سعة الصدر. الوحدة تحتاج إلى التعرف على بعض البعض. والوحدة تحتاج إلى المدارات. فإذا ما أخذنا طريق المذاهب
والطرق المختلفة، وأخذنا بها نحو هدف واحد وشاهدناها بهذه الشاكلة، فالوحدة ممكن أن تتحقق في هذه الصورة. ولكن إذا ما أخذنا المذاهب وسعينا عبرها نحو الأهداف والأخرى خلافا لذلك، وذلك في مسار يبعدنا عن الأهداف وننظر بهذه الشاكلة إليها، فالوحدة بهذه الصورة لا تتحقق. فليس من طلب الحق كمن طلب الباطل فأدركه. وإذا كان أحدا أخذ مسارا وانتخبه بشكل عادل وكان يعتقد بأنه الحق، ولكن أخطأ ذلك المسار، وحتى لو أخطأ فهو معذور. فإذا ما نحن أخذنا ونظرنا إلى هذه المذاهب كحد أقصى بهذه الصورة، طلب الحق فاقطعه. فإذا ما نظرنا إلى هذه المسألة بأن الهدف والمراد هو إطاعة الباري تعالى، ولكن إذا كان الأساس رأينا إليه باطلا ففي هذه الصورة فأي مجموعة فأدركه ووصل إلى مثل ذلك الباطل فالوحدة بهذه الصورة لا تتحقق. بعبارة أخرى، ليس بهذا المعنى بأن المذاهب الإسلامية أن تبتعد عن مذهبها ومذاهبها، وليس بهذا المعنى بأن أن تترك مناسكها وفقط في إطار فقهها، وأن ترى الباقين والجميع هم في مسار ينظرون إليهم، كلهم ينظرون في مسار النبي. فإذا ما كانت مثل هذه القناعة عندنا بأن عندنا الهدف والمقصد وعندنا طرق متعددة ومختلفة، فبعض هذه الطرق مباشرة ومستقيمة والبعض فيها بعض الانحناءات والتعرجات، ولكن نهاية كل هذه الطرق هي القرآن الكريم والتسليم أمام الإسلام واتباع سيرة النبي الأكرم. ففي هذه الحالة ممكن أن تتحقق الوحدة. الوحدة لا تأتي فقط عبر الكلام وتكرار كلمة الوحدة، وحتى الاعتصام بحبل الله لا يأتي عبر البيان فقط. إذا ما أخذنا المذاهب وسعينا عبرها نحو الأهداف والأخرى خلافا لذلك، وذلك في مسار يبعدنا عن الأهداف وننظر بهذه الشاكلة إليها، فالوحدة بهذه الصورة لا تتحقق. فليس من طلب الحق كمن طلب الباطل فأدركه. وإذا كان أحدا أخذ مسارا وانتخبه بشكل عادل وكان يعتقد بأنه الحق، ولكن أخطأ ذلك المسار، وحتى لو أخطأ فهو معذور. فإذا ما نحن أخذنا ونظرنا إلى هذه المذاهب كحد أقصى بهذه الصورة، طلب الحق فاقطعه. إذا ما نظرنا إلى هذه المسألة بأن الهدف والمراد هو إطاعة الباري تعالى،
ولكن إذا جو إلى التعرف على بعض البعض والوحدة تحتاج إلى المدارات، فإذا ما أخذنا طريق المذاهب والطرق المختلفة وأخذنا بها نحو هدف واحد وشاهدناها بهذه الشاكلة، فالوحدة ممكن أن تتحقق في هذه الصورة. ولكن إذا ما أخذنا المذاهب وسعينا عبرها نحو الأهداف والأخرى خلافا لذلك، وذلك في مسار يبعدنا عن الأهداف وننظر بهذه الشاكلة إليها، فالوحدة بهذه الصورة لا تتحقق. فليس من طلب الحق كمن طلب الباطل فأدركه. وإذا كان أحدا أخذ مسارا وانتخبه بشكل عادل وكان يعتقد بأنه الحق، ولكن أخطأ ذلك المسار، وحتى في العالم الإسلامي فالوحدة تحتاج إلى سعة الصدر، الوحدة تحتاج إلى التعرف على بعض البعض، والوحدة تحتاج إلى المدارات. فإذا ما أخذنا طريق المذاهب والطرق المختلفة وأخذنا بها نحو هدف واحد وشاهدناها بهذه الشاكلة، فالوحدة ممكن أن تتحقق في هذه الصورة. ولكن إذا ما أخذنا المذاهب وسعينا عبرها نحو الأهداف والأخرى خلافا لذلك، وذلك في مسار يبعدنا عن الأهداف وننظر بهذه الشاكلة إليها، فالوحدة بهذه الصورة لا تتحقق. فليس من طلب الحق كمن طلب الباطل فأدركه. وإذا كان أحدا أخذ مسارا وبشكل